Down, down, Al Khalifa. Down, down, Israel. Down, down, Israel. Down, down, Al Khalifa. Down, down, Al Khalifa. Down, down, Israel. Down, down, Israel. UK government stop supporting Al Khalifa. UK government stop supporting Al Khalifa. UK government stop supporting Al Khalifa. All the silence. نعتصم هنا أمام السفارة البحرينية في لندن لنعبر عن رأي البحرين شعبا وتاريخا وثقافة في رفضها إلى خطوات النظام الحاكم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وهذا الموقف يبين بشكل واضح وجلي حجم العزلة التي يعيشها نظام آل خليفة وحجم الانفصال الحادث بين شعب البحرين وبين هذا النظام الحاكم. بني خليفة شيم اون يو. شيم 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 اون يو. طبعا هذه وقفة نعبر فيها عن كامل تضامننا ووقوفنا مع شعب فلسطين ومع قضية القدس التي يمثل فيها موقفنا البعد الديني والبعد الأخلاقي والبعد العروبي والبعد الإنساني. ونؤكد أيضا في وقفتنا هذه رفضنا القاطع إلى الورشة الخزي والعار التي أصبح عرابها الخليفيون في داخل البحرين والتي يقصد من ورائها تصفية القضية الفلسطينية. المفارقة العجيبة هو أن السلطة الفلسطينية تقاطع بشكل رسمي ورشة العار في داخل البحرين بينما يرحب بالصهاينة يشارك وفد صهيوني بشكل رسمي فيها. أي عار أكبر من هذه العار وأي فضيحة أكبر من هذه الفضيحة؟ ولكن أيضا من خلال هذه الفضيحة يتضح إلى الشارع العربي والشارع الإسلامي عموما حقيقة معاناة الشعب البحريني الذي يشارك الفلسطينيين بمعاناة شبيهة لما يعانونه من الصهاينة. فالخليفيون يعتدون على المقدسات والخليفيون يسعون لتغيير التركيبة الديمغرافية والخليفيون يتعاملون بعقلية المحتل للبحرين وليس بعقلية أبناء أو أبناء هذا الوطن وكذلك يفعل الصهاينة. Occupation is a crime. Occupation is a crime. Occupation is a crime. قد عبر شعبنا البحريني البطل الشجاع الأصيل الوفي لقضايا عن رفضه هذه المؤامرة الخليفية السعودية الإماراتية الصهيونية التي تريد أن تحول أرض البحرين إلى مرتعا للصهاينة، إلى منطقة للتآمر ضد القضية الفلسطينية ضد شعب فلسطين من أجل تقنين الاحتلال. لماذا يعملون ذلك؟ لأنهم يرون في الاحتلال سبيلا وطريقا ووسيلة للهيمنة على الشعوب. هذا ما فعله الخليفيون في البحرين، يحتلون أرضنا ثم يطردوننا من أرضنا ويبعدون شبابنا عن هذه الأرض ويأتون بالأجانب ليستوطنوها كما يفعل الصهاينة تماما في أرض فلسطين.